العشرة والسابعة من الميادين. سلام الله عليكم وإلى عناوينها. روحاني يؤدي اليمين الدستورية بحضور دولي واسع ويقول لا يمكن الوثوق بواشنطن وأن إيران سترد على أي نقض للاتفاق النووي. شرط الشهداء في مجزرة جديدة للتحالف الأمريكي في الرقة، والهلال الأحمر السوري يقول إن المدينة تدمر لا تحرر. قصف مركز للجيش اللبناني على مواقع داعش في جرود رأس بعلبك. هذا الحشد تحت قيادة مرجعية، تحت قيادة الدولة للعراق. العبادي يرفض الدعوات لحل الحشد الشعبي ويؤكد مشاركته في معركة تحرير تل عفر الحدودية مع سوريا. تفاصيل مروعة تكشفها صحيفة الاندبندنت البريطانية عن أحداث العوامية شرق السعودية. الأمم المتحدة تعلن عودة بعثتها إلى العاصمة الليبية تدريجيا. أدى الرئيس الإيراني حسن روحاني اليمين الدستورية لولاية ثانية أمام مجلس الشورى الإيراني بحضور ممثلين عن أكثر من 100 دولة بينهم 8 رؤساء جمهورية. روحاني أكد أن إيران لن تكون الطرف البادئ في نقض الاتفاق النووي، لكنها لن تسكت عن نقضه من قبل الطرف الآخر، وشدد على أن ما وقف في وجه الاتفاق هو عدم التزام واشنطن به، ما أثبت أنها شريك لا يمكن الوثوق به. الجمهورية الإسلامية في إيران لن تكون البادئة في نقض الاتفاق النووي، ولكنها ستقف بوجه نقض العهود من قبل الولايات المتحدة ولن تسكت على ذلك. الشعب الإيراني أثبت أن الاحترام يرد عليه بالاحترام، وأن الحظر والاحتقار يرد عليهما بالمثل وبالمقاومة. لا نعبأ بحديثي العهد السياسي، نخاطب القدماء بعالم السياسة ليعلم الذين يريدون تمزيق الاتفاق النووي أنهم يمزقون حياتهم السياسية، والعالم لن ينسى نقضهم العهد. ما وقف في وجه هذا الاتفاق عدم التزام أمريكا به، وهو ما أثبت أنها شريك لا يمكن الوثوق به. روحاني أشار إلى أن حكومته ستكون معتدلة وإصلاحية على مستوى السياسة الداخلية والخارجية، ترجح السلم على الحرب، وأضاف أن إيران مستعدة دائما للدفاع عن شعبها، لكن الدفاع ليس فقط بالسلاح. هذه الحكومة تريد أن تكون حكومة معتدلة، لا تخاف ولا تستسلم، لا تنفعل ولا تحارب. نحن حكومة إصلاحية داخليا وخارجيا، نريد ترجيح السلم على الحرب. نحن مستعدون دائما للدفاع عن شعبنا، ولكن الدفاع لا نراه فقط في السلاح. نحن ندعم القوات المسلحة، ولكن أكبر سلاحنا هو صوت شعبنا الذي صوت بغالبية 41 مليون صوت، وصوت شعبنا هو دعامة جيشنا. معنا من طهران مدير مكتب الميادين علي هاشم. علي، رسائل في أكثر من اتجاه، في الشكل، شكل التنصيب، وأيضا في المضمون. نعم كمال، كانت مناسبة لإطلاق رسائل في أكثر من اتجاه، رسائل داخلية ورسائل خارجية. إعلان صريح من قبل حسن روحاني بأن هذه الحكومة هي حكومة إصلاحية معتدلة. يعني عادة كان دائما يحاول قدر الإمكان أن يكون في المنطقة الوسطى، لكن هذه المرة بشكل واضح أعلن هذا الأمر الرئيس حسن روحاني في هذا الإطار، لكنه من جهة ثانية قدم قراءة مختلفة تماما، أو لنقل نسبيا، عن تلك التي كان يقدمها في خلال ولايته الأولى، وكأنه يعيش مرحلة انتقالية فيما يتعلق بخارطة الطريق الإقليمية والدولية. خرج روحاني من الحذر الدائم فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وصرح بشكل واضح، استعار من أرشيفه الثوري ربما بعض الكلمات فيما يتعلق بالرئيس دونالد ترامب، عندما قال بأنه من يمزق هذا الاتفاق فأنه سينهي حياته السياسية، لكنه ذهب أكثر من ذلك عندما قال بأنه لن يتحدث مع حديثي النعمة في السياسة، وهو يقصد بذلك دونالد ترامب. أكد مجددا على أن سلاح إيران هو السلام، وسلام إيران هو السلاح. طبعا لعب على الكلمات، لكنها رسائل حمالة أوجه بشكل أو بآخر.
كان الحضور الكبير الدولي بالنسبة لحسن روحاني حضورا يستأهل أن يرسل من خلاله هذه الرسائل التي أرسلها فيما يتعلق بقوة إيران. صحيح أنه قال بأن سلاح إيران الوحيد ليس السلاح، إنما السلاح الحقيقي هو الشعب، لكنه أكد أيضا أنه سيدعم القوات المسلحة وسيكون هناك بطبيعة الحال دعم لهذه القوات. تحدث بشكل واضح عن الإقليم في حضور مجموعة من القادة والمسؤولين، كان في الخليج يعني تقريبا نستطيع القول نصف الخليج كان حاضرا في هذا الحفل، في حفل قسم اليمين، ممثلين عن قطر، ممثلين عن عمان، ممثلين عن دولة الكويت، إضافة إلى رئيس العراق ورئيس أفغانستان. يعني الجوار الإيراني بأكمله باستثناء تركيا، ربما كان هناك أحد المسؤولين الأتراك لكنه لم يكن على مستوى عال، لكن في نهاية المطاف الرسالة الإقليمية كانت باتجاه مد اليد والتعاون، لكنه في ذات الوقت يعني تحدث عن ضرورة الحوار السوري السوري والحوار اليمني اليمني، وأن مكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى تكون من خلال صناديق الاقتراع، وتحدث عن التعاون الإقليمي. إذن يعني هو استعرض الكثير من التفاصيل، لكنها كانت فعلا مناسبة لرسم خريطة الطريق الإيرانية للمرحلة المقبلة. نعم، شكرا جزيلا لك علي هاشم، مدير مكتب الميادين في طهران. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقبال نظيره العراقي فؤاد معصوم أن الحفاظ على أمن واستقرار العراق مهم جدا بالنسبة لإيران، مشيرا إلى أن أي تغيير في الحدود الجغرافية للعراق يمكن أن يكون سببا لإثارة توترات كبيرة في المنطقة لعشرات السنوات. روحاني قال إن إيران تريد عراقا واحدا يكون فيه السنة والشيعة والكرد صوتا واحدا في مواجهة أعداء هذا البلد. يناقش نائب رئيس الحكومة الروسية ديمتري روغوزين مع وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان في طهران تعزيز التعاون العسكري والتقني والتكنولوجي بحسب ما أعلن مصدر في فريق روغوزين. وأشار المصدر إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي لزيادة التعاون العسكري والفني والتكنولوجي. وأضاف المصدر أن الوفد الروسي سيعمل على إمكانية توقيع صفقات جديدة. أفادت مراسلة الميادين في سوريا عن استشهاد أكثر من 43 شخصا في قصف أمريكي على الأحياء السكنية في مدينة الرقة. الهلال الأحمر السوري قال أن الرقة تتعرض للتدمير لا التحرير، وناشد المنظمات الدولية والأمم المتحدة التدخل لوقف استهداف التحالف الأمريكي وقوات سوريا الديمقراطية المرافق العامة وبنية المدينة التحتية. وأشار إلى أن طائرات التحالف قصفت مبنى المشفى الوطني في المدينة بالقنابل الفوسفورية، لافتا إلى تدمير أكثر من 65 منشأة حكومية. قال المرصد السوري المعارض أن أمريكا تسعى لتشكيل جيش وطني في ريف الحسكة، مشيرا إلى أن عدة لقاءات واجتماعات تجري بين قوات التحالف الدولي والمستشارين الأمريكيين وجيش مغاوير الثورة المدعوم من التحالف في شأن تشكيل جيش وطني في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة. تفاصيل في هذا العرض مع بيسان طراف. أهلا بكم. تعثر مفاوضات إنشاء قاعدة عسكرية في مدينة الشداد بريف الحسكة دفع بفصيل جيش مغاوير الثورة للتفاوض مع الولايات المتحدة لتشكيل جيش نواته مغاوير الثورة في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة. المفاوضات بحسب المرصد السوري المعارض جرت بإيجابية بين قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية وجيش مغاوير الثورة المدعوم منهم، وذلك بعد اجتماعات متتالية عقدت بين الهيئة السياسية لجيش مغاوير الثورة وبين القوات الأمريكية. وفي التفاصيل فإن انطلاق هذا الفصيل الذي قد يحمل اسم جيش التحرير الوطني ستكون جوا نحو الشداد حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، ولكونها تقع شمال دير الزور بنحو 90 كيلومترا. مجموعة من قوات مغاوير الثورة ستكون النواة الأساسية لتشكيله، ومن المفترض أن تنخرط فصائل من الجيش الحر ضمنه بشكل كامل. أما الهدف المفترض لهذه القوة العسكرية فسيكون التوجه إلى محافظة دير الزور التي يسيطر بالكامل عليها تنظيم داعش وتحريرها منه. لكن التحالف الدولي
طالب بتأييد شعبي كامل للهيئة السياسية التابعة لهذا الفصيل من القوى الموجودة على الأرض ومن الفعاليات الشعبية الموجودة تحديدا في منطقة الفرات وريف الحسكة. اختيار المغاوير جاء بحسب مصادر المرصد السوري المعارض على أساس أن أغلب العناصر من أبناء العشائر في دير الزور ما يضمن انضمام أعداد كبيرة إليهم في حال وصلوا إلى المنطقة. وأكد المرصد السوري أن فصيل مغاوير الثورة يرفض رفضا قاطعا العمل العسكري مع قوات سوريا الديمقراطية، بالرغم من أن انطلاقة الجيش ستكون من مواقع سيطرة قصد في منطقة الشداد. ويتمركز جيش مغاوير الثورة في معسكرات تحميها طائرات التحالف شمال منطقة التنف الحدودية مع العراق. كان سابقا يعمل تحت مسمى جيش سوريا الجديد الذي دخل إلى الحدود الإدارية لدير الزور وإلى منطقة البوكمال في نهاية حزيران يونيو من العام الماضي، وانسحب إلى خارج محافظة دير الزور بعد هجوم عنيف ومعاكس نفذه مسلح داعش أجبروا خلاله عناصر جيش سوريا الجديد على الفرار من مناطق وجودهم في ريف البوكمال. حول هذه التطورات الميدانية معنا من العاصمة السورية دمشق مديرة مكتب الميادين في سوريا ديما نصيف. ديما، اسمح لي أبدأ من هذا العرض الذي كنا نتحدث عنه الآن في التقرير، جيش مغاوير الثورة بين دوره المساند للقوات الأمريكية في التنف وبين أنه محاصر الآن أو مطوق الآن معزول على اعتبار أن القوات السورية سيطرت وأيضا القوات الحشد سيطرت على محيط التنف من الجهتين الجنوبية والشمالية، وبين أنه جيش يفعل ليكون ضمن إطار كبير جيش وطني يعمل مع قوات قصد في الحسكة. نريد توضيح حول هذه المعلومات وهذه التقارير التي ترد حول هذه القوات. يعني بشكل سريع جدا كمال، طبعا أولا لا تعليق أمريكي على كل هذه التصريحات بأن هناك تنسيقا مع ما يسمى بجيش مغاوير الثورة كي يخوض هذا الجيش المعركة باتجاه دير الزور. وقبل قليل أيضا نقل عن تنسيقيات المسلحين عن ما يسمى بالمسؤول العسكري لجيش مغاوير الثورة المدعو ماهر علاف، نفى أي مشاركة رسمية لهم تحت هذا التشكيل العسكري الموحد الذي أعلن عن أنه سيتجه في معركته إلى دير الزور، ناهيك عنه أيضا كان هناك تصريحا للناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو الذي قال بأنه لا علم لهم كقوات سوريا الديمقراطية بوجود مثل هذا التنسيق الأمريكي مع ما يسمى بالجيش الوطني الجديد، أو إذا كانت ستنقل قوات إلى تلك المنطقة يجب أن يكون هناك تنسيقا معهم على ما قال في تصريحه، وبأنه لا يكفي أن يكون هناك تنسيقا مع الأمريكيين أو حتى الأمريكيين ينسقون معهم قبل استخدام أي قوة أخرى. وتعلم كمال بأنه كان هناك دعوات يعني أمريكية منها إعادة تسليح فصائل المنطقة الجنوبية إذا ما قبلت هذه الفصائل، أولا بإيقاف القتال ضد الجيش السوري وبتسليم أسلحتها الثقيلة، وأيضا القبول بالانتقال إلى الجبهة في ريف الحسكة أو إلى يعني قاعدة عسكرية تملكها القوات الأمريكية في منطقة الشدادي. لذلك ربما يبدو هذا الخبر الذي تتناقله بشكل كبير وسائل الإعلام حتى اللحظة ليس واضحا على الأرض. نعم. وأيضا جيش مغاوير الثورة هو بقايا جيش سوريا الجديد، وتعلم كيف أن جيش سوريا الجديد كان له يعني إن صح التعبير غزوة واحدة باتجاه دير الزور، وتمكن داعش من إبادة كل القوة المهاجمة. نعم. يومها كانوا حوالي 200 عنصر، رغم أنه كان هناك إنزال أمريكي بطائرات الهيركوليس، رغم ذلك لم يصمدوا أكثر من 4 ساعات في هذه المعركة في مطار الحمدان بالقرب من دير الزور. ديما، بالنسبة للرقة التقارير من هناك مرعبة للغاية أيضا. طبعا على صعيد القصف، يعني القصف الذي يستهدف المدنيين والذي يعني قارب أكثر من 1000 مدني حتى اللحظة فقط في مدينة الرقة الذين سقطوا ضحايا القصف الأمريكي الذي يعني يتم بشكل عشوائي ودون أن يكون هناك انتباه للأحياء السكنية. طبعا التصريح الذي صدر أيضا قبل قليل أو يعني صدر عن ما يسمى بالهلال الأحمر السوري فرع الرقة عن دينا الأسعد التي قالت بأن الرقة تدمر ولا
تحرر. طبعا هذا التدمير الممنهج من قبل القصف الأمريكي لا يطال فقط مدينة الرقة كما تعرف كمال، يعني كان هناك تدمير لبنى تحتية أساسية ومنها الجسور والجسور الكبيرة التي دمرها القصف الأمريكي قبل الوصول إلى مدينة الرقة تحت ذريعة بأنه يعني هناك تقطيع لأوصال أو لطرق إمداد داعش وكي يمنع التنظيم من الخروج من مدينة الرقة باتجاه الأرياف القريبة، لكن التحالف الأمريكي قصف عشرات الجسور في محيط الرقة وفي محيط دير الزور تحت ذريعة منع التنظيم من استخدام النهر الفرات من أجل الهروب أو لإيصال الإمداد، رغم أنه يعني يستطيع قصف الإمدادات بطبيعة الأحوال، لكن واضح أنه على هامش المعركة التي تدار ضد داعش بواسطة القوات الكردية. هناك أيضا معركة على البنى التحتية للدولة السورية، وهو ما يعني ما أتى على ذكره أيضا واحد من بيانات الخارجية السورية قبل فترة عندما طالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بإيقاف هذا التدمير الممنهج للبنى التحتية للدولة السورية. شكرا جزيلا ديما نصيف مديرة مكتب الميادين في سوريا، كنت معنا مباشرة من دمشق. أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي في تحالف واشنطن برايت ماكيرك أن الاتفاقات مع روسيا ساعدت الولايات المتحدة في زيادة الضغط على داعش في الرقة السورية. ماكيرك أشار إلى أنه على الرغم من كل التوترات مع روسيا ستبحث واشنطن عن مجالات لإيجاد وسيلة للعمل معا. أكد رئيس تيار الغد السورية المعارض أحمد الجربة أن مصر تلعب دورا كبيرا في التوفيق بين الأفرقاء في سوريا وأنها تمثل ضمانة عربية، وأضاف في تصريح صحفي أن التواصل مع روسيا هام لحل الأزمة السورية، مشيرا إلى أن نشر القوات الروسية سيمنع خرق اتفاق التهدئة في حمص وسط سوريا. اللي يقول أنه يرفض الدور المصري هذا كلامه مردود عليه، وإحنا موجودين في مصر ونفتخر بمصر ومصر بلدنا، والطبيعي انه مصر يكون له دور، اذا ما في دور لمصر معناته هذا شيء في مش طبيعي، في شيء غلط يعني. فالامر نحن لا، مصر دورها واضح ودورها اصبح اكثر ايجابيه واكثر تطورا، والايام القادمه ستكون اكثر واكثر ان شاء الله. زار الوفد البرلماني التونسي إلى مدينة حلب في مهمة تهدف للدفع نحو إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. الوفد المؤلف من 9 نواب رصد حجم الدمار الذي حل في المدينة القديمة وقلعة حلب والجامع الكبير والكنيسة الإنجيلية. وأكد الوفد البرلماني أن المعركة التي تقودها سوريا هي معركة تونس أيضا ضد الإرهاب. نحن كنا نقول جئنا في الوفد السابق ونقول أنه لابد من إعادة العلاقات. احنا هذا جئنا لنساند الشعب السوري. سوريا انتصرت من غير علاقات مع حتى حد. المعركة التي تخوضها سوريا هي ليست معركة سوريا فقط، هي معركة تونس كذلك ومعركة شعبها. ونحن إن كانت تونس التي كذلك هي تواجه وواجهت الإرهاب ولكن مختلف قليلا أو أقل حدة عن الذي واجهته سوريا، فإننا نقول أنه لابد من الشعبين ولابد من الأحرار في الأوطان العربية على نصرة الشعب السوري وشد أزر الشعب السوري وتقديم كل المساعدة المادية والسياسية والدبلوماسية، وهذا نحن الأساسي الهدف هو الضغط على الحكومة التونسية والرئاسة التونسية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الدولة السورية. على
أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن وحداتها استهدفت مراكز تنظيم داعش في جرود رأس بعلبك برجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة. وأوضحت قيادة الجيش أنه تم تدمير عدد من التحصينات والآليات وألحقت إصابات مؤكدة في صفوف الإرهابيين. من البقاع شرق لبنان معنا مراسل ميادين محمد الساحلي. محمد، الأمور وقفت عند حدود القصف المدفعي والقصف براجمات الصواريخ في هذه المنطقة؟ صحيح كمال، قصف عنيف بدأ في ساعات الصباح الأولى واستمر على وتيرة عالية حتى ساعات الظهيرة، ثم عاد ليكون متقطع قبل أن يعود. اشتد القصف حوالي الساعة الخامسة حتى قبل ساعة من الآن. نستطيع أن نقول كمال أن الاستهداف طال مناطق واسعة من جرود رأس بعلبك. بكل الأحوال كمال، القصف دمر مواقع لداعش في كل من تلال خربة داود ورأس الكاف والوشل وجبل المخيرمة، بالإضافة إلى شميس العش ودرب العرب. هذه المناطق والتلال والأودية هي في الجزء الجنوبي من جرود رأس بعلبك والجزء القريب من البلدة، علما أن كمال المساحة الجغرافية التي يسيطر عليها داعش داخل الأراضي اللبنانية هي 141 كيلومتر مربع، أي نتحدث هنا عن جرود رأس بعلبك وجرود القاع، بينما داعش يسيطر على 155 كيلومتر مربع في جرود الجرجير وقارة وأطراف جرود البريج. أيضا فقط دعني أوضح هذه النقطة. فضل. النصف دائرة التي يسيطر عليها داعش في الأراضي اللبنانية هي بمساحة 50 كيلومتر، أي نتحدث عن الجزء الجنوبي في جرود بلدة عرسال وصولا إلى اكتمال الطوق في شمال القاع، وهنا نتحدث عن جبهة بطول 50 كيلومتر، وبالتالي المساحة التي يسيطر عليها داعش بهذا الطوق هي ب 50 كيلومتر، بينما هي المساحة الكلية هي 141 كيلومتر مربع. شكرا جزيلا لك محمد الساحلي مراسل ميادين، كنت معنا من البقاع شرق لبنان. أكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن التعاون بين القيادتين والجيشين اللبناني والسوري قائم، وكانت نتيجته الانتصار على الإرهاب. التعاون بين لبنان وسوريا وبين المقاومة وسوريا وبين الجيش السوري والجيش اللبناني تفريضه طبعا تدرس الخطوات الحلقات الانتصار على هذا الإرهاب، وبالتالي كل هذا الأمر عند الذين يعني يعدون العدة للتخلص، والحلقات صارت معترفا بها حتى لدى الذين شغلوا هذا الإرهاب وأرادوا الاستثمار فيه. سفير السوري وخلال مقابلة ضمن برنامج آخر طبعة لفت إلى أن هذا التعاون كان للتقليل من الخسائر لدى الطرفين بعدما شكل الإرهاب عبئا وخطرا على أمن الجميع. هذا الإرهاب الذي كان عبئا وعائقا وخطرا على مواطني عرسال، على المواطنين اللبنانيين، على أمن الجميع، بالتالي التخلص منهم والتعاون لكي يعني تكون الخسائر بحدها الأقل الممكن. أما في ملف النازحين فقد أكد سفير سوريا في لبنان علي عبد الكريم علي أن عودتهم متاحة وسوريا ترحب بعودتهم. العودة متاحة، ولكن هنالك طبعا بعض كل حالة لها مواصفاتها، يعني بعض الأسر يعني زرعت مخاوف أو تشويش في أذهان البعض، بعضهم صارت عليها أعباء أو تبعات يريد التخلص منها، بعضهم صار له روابط عملية، ولكن سوريا ترحب بهذه العودة وهي متاحة، والآن متاحة أكثر أكيد. Oh.
إلى الشأن العراقي، حيث أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحشد الشعبي هو تحت قيادة المرجعية والدولة العراقيتين وأنه باق ولن يحل. وأضاف خلال انعقاد مؤتمر فتوى الجهاد والنصر في بغداد أن القوات التي شاركت في تحرير جرف النصر وتكريت والفلوجة والموصل وضمنها الحشد ستشارك في تحرير تل العفر. أمامنا إن شاء الله انتصارات في تل العفر، وإن شاء الله التخطيط على قدم وساق. أنا اعتيادي لا أتحدث عن تواريخ، وإنما تعرفون قواتنا يجب أن تكون مهيئة إن شاء الله لهذه عمليات التحرير، تشترك بها جميع القطاعات من جيش وشرطة وحشد، وأيضا كذلك في غرب كركوك للحويجة وتوابعها، وكذلك غرب الأنبار. هذه ثلاث مناطق إن شاء الله عندما نحررها سنكون قد حررنا كل التراب العراقي. هذا الاستعداد للتضحية يجب أن يكون حاضر في قلوبنا، ولهذا لن نخذل هؤلاء الأبطال الذين هبوا للدفاع عن الوطن. البعض مو يقول الحشد ينحل، ما ينحل، أنا أقول لكم ما ينحل، سمعوها مني. البعض يريد يودي يمنى، يريد يودي يسرى، يبيع الهاي جهة يبيع، أقول لكم لا، هذا الشعب، هذا الحشد تحت قيادة مرجعية، تحت قيادة الدولة للعراق. العبادي أكد أن العراق بشعبه وجيشه وحشده انتصر على داعش وكسر شوكته في الموصل، مشددا على أن هذا النصر هو للجميع وتحقق بتكاتف الجميع، محذرا من احتكاره. هذا النصر للجميع، لا يجوز لأحد أن يحتكر هذا النصر. كل عراقي ضحى، قاتل، استشهد هو وعائلته، جرح، قدم شيء للمقاتلين من دعم من المواكب التي كنت أراها في جبهات القتال، التي تقدم الدعم للمقاتلين والطعام للمواطنين والإسناد للمقاتلين، وأيضا أولئك الذين ساندوا بالكلمة الحرة والكلمة الشجاعة، هؤلاء كلهم شاركوا في هذا النصر، ما نريد نحتكره. ولكن لا يجوز لمن أولئك الذين دخلونا بهذه المشكلة بدعواتهم الطائفية، بدعواتهم لتقسيم البلد، أن الآن يدعون بها، ما يصير، ما يعودون دولة. المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي أكد أن كل ما يشاع عن حل الحشد الشعبي ليس له أصل قانوني. الأسدي شدد على أن الحشد وجد ليبقى، مشيرا إلى أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي تحدث بشكل واضح عن أن الحشد لن يحل وهو جزء أساسي من المنظومة الأمنية. وعن مشاركة الحشد في معركة تل العفر أشار الأسدي إلى أن العبادي تكلم بوضوح عن مشاركة الحشد في المعركة. فاصل قصير نتابع بعده النشرة. مجددا حياكم الله. تفاصيل مروعة من داخل منطقة العوامية شرق السعودية كشفتها صحيفة الاندبندنت البريطانية. هدم بيوت وقصف مدفعي يستهدف السكان. معدة المقال أبدت استغرابها من الصور التي وصلتها من هناك، فهي كما قالت تشبه صور الدمار في سوريا وليس متوقعا أن تكون صورا في مملكة نفطية. هذا تقرير لمحمد محسن. في تقرير أعدته من بيروت بعد التواصل مع ناشطين وحقوقيين في منطقة العوامية السعودية، نقلت الصحفية بيتن ماككورنن تفاصيل مروعة وقاسية عن مجريات الأحداث في العوامية، وهي الأحداث التي أشارت معدة التقرير إلى أنها لا تحظى سوى بمواكبة إعلامية خجولة جدا خارج السعودية وداخلها. التقرير ينقل شهادة عمن يصفه بناشط مسلح في العوامية، يقول فيها إنه كان متظاهرا سلميا كما معظم أهالي العوامية إلى حين أدرجتهم السلطات السعودية على لوائح الإرهاب وبدأت باستهداف المدينة، علما أنهم بحسب الناشط السعودي لم يطالبوا سوى بالإصلاح. تقرير الاندبندنت يؤكد أن القوات السعودية دمرت منزل هذا الناشط السلمي مع بداية حصارها للعوامية، وضربت زوجته ووجهت السلاح نحو ابنته البالغة 5 أعوام، وأن عناصر من القوات السعودية
السعودية حملوا طفلته البالغة 8 أشهر وهددوه برميها أرضا، وهددوا ابنته بقتل والدها ورمي رأسه بين قدميها. المعلومات التي تنقلها الاندبندنت عن ناشطين حقوقيين تفيد باستشهاد 25 مواطنا على يد القوات السعودية قصفا وقنصا. الاندبندنت أكدت أنها لم تتمكن من الوصول إلى هوية المسلحين في المنطقة ولا مصادر أسلحتهم. الناشط الذي تحدثت إليه معدة التقرير في حوار نادر كما وصفته أكد أنه لم يعد أمامهم سوى الدفاع عن حياتهم وعن أعراضهم، فهو واجب على حد تعبيره بعد تدمير بيوت الناس في العوامية بالقذائف المدفعية الثقيلة وقذائف الأربجي والقنابل. التقرير ينقل امتناع أهالي العوامية عن الخروج من بيوتهم خوفا من الموت بالقصف أو برصاصة القناصة السعوديين، وأن الناس هناك يتحملون بسبب هذا الخوف المكوث في بيوت لا ماء فيها ولا تكييف في ظل الحرارة الشديدة التي تعيشها منطقتهم هذا الصيف. ناشط أمريكي في العوامية تحدث في هذا التقرير وأكد أن أهالي العوامية خائفون أيضا بعدما رأوا كيف بقيت جثث لمواطنين من العوامية في شوارعها لأيام. كما نقل التقرير عن ناشطين سعوديين وأجانب اتهامهم السلطات السعودية بإطلاق النار عشوائيا على المدنيين وعلى بيوتهم وسياراتهم، وهو ما تنفيه السلطات السعودية. معدة التقرير أكدت أنها تواصلت مع السفارتين السعودية في بيروت ولندن للتعليق على مضمون التقرير، غير أن مندوبي السفارتين لم يكونوا متوفرين للإجابة ساعة الاتصال. معنا من برلين عضو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان الأستاذ عادل السعيد. أستاذ عادل، كيف تتابعون هذه التقارير الإعلامية في الصحافة الغربية التي يعني تتحدث بالتفاصيل عما يجري داخل عوامية؟ طبعا للأسف الشديد يعني هذه الصحف الأجنبية هي وصلت إلى جزء من ما يجري في العوامية قبل الصحف أو وسائل الإعلام يعني العربية. تعاطيها مع الحدث كثير من وسائل الإعلام العالمية كان دقيقا في كثير من الأمور. طبعا اليوم في الأحداث الجديدة اليوم قام مجموعة من الجنود المتواجدين في محيط حي المسورة بتفخيخ أو وضع متفجرات في حسينية في حي المسورة، وقاموا بتفجيرها قبل قبل عدة ساعات. أيضا هنالك استخدام لأسلحة رشاشات لأول مرة تستخدم في العوامية، وهي رشاشات من النوع التي توضع على المركبات العسكرية وهي أمريكية الصنع، وهي لأول مرة تستخدم في العوامية. أيضا بالنسبة إلى المستجدات يعني الأمس واليوم هنالك استهداف أيضا إلى المارة. نعم. يعني أستاذ عادل هي تفاصيل مروعة وما يجري مرعب داخل العوامية، لكن التفسير، ما هو التفسير أن ليس هناك اهتمام حتى هذه اللحظة من المنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر، سواء كانت هذه المنظمات مستقلة أو تابعة للأمم المتحدة، وأن الاهتمام يأتي من صحفية غربية أو من صحيفة غربية، صحيفة الاندبندنت البريطانية؟ ما هو تفسير عدم الصمت؟ أيوة. هذا الصمت أو عدم الحديث عن هذه المسائل التي تجري هناك وهي من اختصاص منظمات كبيرة وميزانياتها ضخمة يعني. أيوة طبعا هنالك أكيد يعني عدم تحمل المسؤولية تجاه ما يجري في السعودية، ويرجح أن هذا بسبب المال السعودي الذي يضخ في مؤسسات معينة من أجل التضليل على ما يجري في العوامية أو ما يجري في الأقليم. الأمم المتحدة، خبراء من الأمم المتحدة أصدروا بيانين استنكروا فيه قيام القوات السعودية بهذه الحي المسورة. أحد البيانين كان قبل العملية الأمنية التي بدأت في 10 مايو، والبيان الآخر تقريبا في مارس. هنالك احتجاج ولو كان بسيطا، ولكن هنالك أيضا عدم تجاوب من الحكومة السعودية إلى ما يقوله المقررين.
بالنسبة إلى ما يتعلق بالفقر والتراث وأيضا حتى محاربة الإرهاب ودعوة السعودية لمكافحة الإرهاب، وهي الحجة التي تستغلها لتدمير البلدة. الآن أهالي العوامية ينظرون بحسرة كبيرة على منطقتهم، وهم يرون السلطة كيف تعبث بذاكرتهم وتهدم أحيائها بحجة ملاحقة مجموعة قليلة من المطلوبين. وأيضا هنالك منع للأهالي من العودة، هنالك الكثير من الأهالي يرغبون طيب أستاذ عادل العودة بسبب أسباب كثيرة، من ضمنها سوء السكن الذي وفرت لهم محافظة القطيف. شكرا جزيلا لك عادل السعيد، عضو المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، كنت معنا مباشرة من برلين. انتشار قوات عسكرية مستحدثة ومدعومة ومدربة إماراتيا في بعض المناطق الساحلية والصحراوية وفي مواقع الشركات النفطية في شبوة جنوب شرق اليمن، خطوة تثير حفيظة حزب الإصلاح والسعودية والرئيس هادي ونائبه علي محسن الأحمر. هذا تقرير لأحمد عبد الرحمن. النفط والغاز اليمني تحت سيطرة الإمارات وقواتها بعد انتشار قوات موالية لها في عاصمة محافظة شبوة الجنوبية وميناء بلحاف لتصدير الغاز اليمني المسال وفي المنشآت والشركات النفطية. الخطوة تأتي بعد إجبار القوات الموالية للرئيس هادي ونائبه علي محسن الأحمر وحزب الإصلاح على الانسحاب من جميع المناطق والمنشآت الحيوية في المحافظة الكبيرة والغنية بالنفط والغاز وبساحل يمتد لأكثر من 300 كيلومتر. هدف طبعا من شبوة ليس التأمين شبوة أو محاربة الإرهاب، حاليا هم تحركوا إلى مناطق النفط في منطقة العقلة التي تبعد عن عتق أكثر من 90 كيلو. التحركات الإماراتية عبر قوات ما سمي بالنخبة الشبوانية على غرار قوات النخبة الحضرمية والحزام الأمني في عدن وأبين جاءت بدعم أمريكي مباشر من الجو بطائرات الدرونز وعلى الأرض بقوات خاصة، والهدف المعلن تدمير قدرات تنظيم القاعدة، لكن الهدف الخفي كما يرى محللون هو التحكم بمنابع النفط والغاز على حساب السعودية والرئيس هادي ونائبه ومجاميع حزب الإصلاح الموالي لقطر، ولا سيما في ظل العاصفة الخليجية وسعي السعودية والإمارات لتعويض النقص من الغاز القطري. يصب في الدرجة الأولى إلى السيطرة على مناطق النفط في أكثر من مكان في اليمن، وأيضا تأكيد حقيقة ثابتة وهي نوايا العدوان في نهب الثورة والثروة والسيطرة عليها ليس إلا. والأهم من ذلك أن العملية كشفت مدى التنسيق الإماراتي الأمريكي العالي بعيدا عن السعودية التي تتوالى خساراتها من عدن وحضرموت وصولا إلى شبوة، وقبل ذلك تضعضع دورها القيادي لتحالفها العسكري وقد بات يتحرك بأكثر من رأس مع فاعلية إماراتية واضحة بسيطرتها على مناطق النفط والغاز في شبوة. تحكم الإمارات قبضتها على جنوب اليمن، الأمر الذي قد يقود وفق مراقبين إما إلى مواجهات مباشرة بين فصائل التحالف المتصارع أو إلى ارتفاع منسوب العنف والعمليات العسكرية. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عودة بعثة الأمم المتحدة تدريجيا إلى العاصمة طرابلس. سلامة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج أشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أرغمت على مغادرة طرابلس في 2014، مشددا على أهمية وجود الأمم المتحدة إلى جانب الشعب الليبي من أجل استتباب الأمن والاستقرار في البلاد. أحب أن أبلغ السيد الرئيس والإخوة الليبيين بأننا هنا معهم إلى جانبهم لكي نعمل فعلا بهدف أن تكون الأشهر المقبلة والسنة المقبلة سنة استتباب
المؤسسات المستقرة والفاعلة والعاملة في ليبيا المستقلة الواحدة. تتواصل في موريتانيا عمليات التصويت في الاستفتاء الشعبي الذي تنظمه الحكومة لتعديل العلم والنشيد الوطنيين وإلغاء غرفة الشيوخ مع بعض التعديلات الدستورية الأخرى. العملية تجري وسط دعوات الأحزاب المعارضة لمقاطعة العملية الانتخابية التي وصفتها بالأحادية. تقرير لأبي زيدان. هي صفحة جديدة في تاريخ البلاد. عمليات اقتراع في استفتاء شعبي سيقسم التاريخ الحديث هنا إلى عهدين، ما قبل العالم الجديد للبلاد وما بعده. استفتاء يجري في ظروف خاصة ووسط انقسام وجدل سياسيين بين أغلبية ترى فيه فتحا جديدا ومعارضة قطعته معتبرة إياه بداية نفق مظلم تدخله البلاد. النتائج تكون نتائج إيجابية إن شاء الله، إيجابية من النتائج، إيجابية أيضا مردوديتهم على الوطن إن شاء الله بالاستقرار والأمن والازدهار. يطعن فيه تعديلات ممكن أن نقوم بها في الدستور ولا تخص اللي يفكروا فيه البعض عشان المنظر هذه في عدة أمور يمكن لأجل تحسين دستورنا وتبني يجب أن نقوم بتعديلات داخل دستورنا، ولكن يمكن نعملها في سنتين أو ثلاث سنوات أو عشر سنين. ماذا رئيس المعارضة؟ توحيد لائحة الممثلين في المكاتب عن الأحزاب الداعمة للاستفتاء رغم تعددها بين معارضة وموالاة والغياب الملحوظ منذ الساعات الأولى للمراقبين الدوليين وحتى الوطنيين لم يمنع اللجنة المستقلة للانتخابات أن تؤكد على نزاهة سير عملية الاستفتاء والاستعداد الجيد لها. جميع الترتيبات، أنتم تعرفون أن هذه السنة فيها 1,389,092 مسجل، زيادة ملحوظة جاء بها الإحصائي الإداري والطابع الانتخابي. وتعلمون أن المكاتب عدوها 3,118 مكتب، منها 70 للقوات المسلحة وقوات الأمن و27 في الخارج. يعني اتخذنا جميع الإجراءات والترسانة القانونية تساعدنا. الاستفتاء بدأ بعد يوم من مشاركة الأسلاك الأمنية والعسكرية وسط ارتفاع كبير لنسبة المسجلين بينهم، فيما تركزت نسبة 47% منهم في نواكشوط وحدها. الرهان هنا على نسبة المشاركة، فالحكومة تسعى لرفعها لإضفاء شرعية على التعديلات في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة لها، فيما تسعى أحزاب المعارضة المقاطعة من خلالها لتأكيد عدم شرعية الاستفتاء. أبي سيد الوقشوط، الميادين. على إثر انتخابات الجمعية التأسيسية في فنزويلا، صور تشافيز وسيمون بوليفار تعود إلى مقر السلطة الدستورية العليا بعدما أزالها اليمين الفنزويلي، وشوارع كاراكاس تشهد مسيرات مؤيدة في مقابل احتجاجات المعارضين على الانتخابات. هذا تقرير لفاطمة قاسم. لم يستفز مؤيدي نيكولاس مادورو كل التوتر الذي أثير بعد انتخاب الجمعية التأسيسية كما أوصاهم الرئيس الفنزويلي، هو الذي حثهم على عدم الانجرار وراء الاستفزاز مطمئنا بأن كل شيء جاهز للجمعية التأسيسية. الآلاف تابعوا احتفالاتهم في شوارع كاراكاس وحملوا أعلام فنزويلا وجابوا شوارع العاصمة احتفالا بانتخاب الجمعية التأسيسية. وفي كلمة في الاحتفال بالذكرى السنوية 80 للحرس الوطني الفنزويلي قال مادورو إن البلاد تواجه تمردا مسلحا. واجهنا ونواجه تمردا مسلحا، يجب على القوات المسلحة البوليفارية الوطنية إعداد نفسها لأساليب قتال غير التقليدية لمواجهة هذه الجماعات المسلحة وتوقيف عناصرها. هكذا تطبق العدالة. الإفلات من العقاب البسيط هو تواطؤ وزارة العدل مع التمرد المسلح، وهذه حماية قدمها مكتب المدعي العام للعنف لمدة 3 أشهر أو أكثر. ورغم الاستنكار الدولي العارم كان يوما رائعا بالنسبة لرئيسة الجمعية ووزيرة الخارجية السابقة دلسي رودريغيز، التي أكدت خلال افتتاح الجمعية أن الجمعية ستعمل على معالجة كل العقبات في الدستور الفنزويلي وعلى تجديده وليس على إلغائه.
الشعب الفنزويلي لا يريد الحرب بل يسعى للسلام، وكانت الرسالة واضحة جدا ومدوية. وبالنسبة لأولئك على اليمين نقول إنه إذا كنتم لا تريدون السير في الطريق نحو الديمقراطية والعمل السياسي فالعدالة ستفرض عليكم. الجلسة الأولى عقدت رغم احتجاجات دولية واستنكارات إذ عدتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من دول أمريكا اللاتينية غير شرعية، ودعا الفاتيكان إلى تجنب انعقادها. لكن مادورو حصل على تأييد العديد من الدول أبرزها روسيا، إضافة إلى دعم كوبا وبوليفيا ونيكاراغوا. بالمقابل شهدت بعض شوارع كاراكاس احتجاجات نظمها المعارضون للجمعية التأسيسية. المحتجون ألقوا مقذوفات تجاه الشرطة وأشعلوا الإطارات وسط الشارع متهمين مادورو بأنه يقضي على الديمقراطية في بلاده. في العاصمة مقديشو أمسيات ثقافية وسياسية وشعرية لنواد محلية تشجع الشباب على القراءة والمطالعة، وآخرها افتتاح مكتبة تحوي نحو 700 كتاب من مختلف الفنون في أحد النوادي. تجربة هذا النادي الثقافي حظيت بإقبال واسع من شرائح المجتمع وتحديدا الشباب والجامعيين. هذا تقرير لشافعي محمد. من خلال أمسيات ثقافية وفنية وسياسية يفتتح نادي إفية تجمعا جديدا للشباب والجامعيين. النادي الذي أصبح منصة لمناقشة قضايا سياسية وثقافية ودينية متنوعة يعد تجربة أولى من نوعها يقوم عليها شباب اختلفت مشاربهم الفكرية لكن يجمعهم شغفهم بالمعرفة والثقافة. الهدف من النادي التشجيع على القراءة والكتابة من خلال تنظيم أمسيات وافتتاح مكتبة عامة للقراءة. اليوم لدينا عدد كبير من الزوار ونستقبل يوميا وجوها جديدة. بعيدا عن الأمسيات، هنا إلى هذه المكتبة يتوافد يوميا عشرات الشباب. إدريس واحد من شباب كثر يترددون بشكل شبه يومي إلى هذه المكتبة التي يزورها في الأسبوع نحو 200 شخص. في هذا النادي تلقينا الكثير من الدعم وفتحت لنا آفاق واسعة من خلال التشجيع على القراءة والعمل على تنظيم أمسيات ثقافية تجمع الشباب، وهي فكرة لم تكن في السابق موجودة. في السابق لم يتوفر لنا مكتبات عامة للقراءة والمطالعة، لكننا اليوم نستفيد من تجربة هذا النادي، فالكثير من الكتب هنا متوفرة مما يعزز مناعتنا الفكرية مستقبلا ضد الانحراف الفكري. في بلد وصلت فيه نسبة الأمية إلى نحو 70%، من الصعب أن تجد النوادي الثقافية رواجا كبيرا، لكن القيمين على هذا النادي يحذوهم الأمل في كسر هذه العقدة رغم كل الصعاب. هنا للكتاب رمزية أخرى، فحب هؤلاء الجارف يبقيهم يترددون إلى هذه المكتبة يوميا. فكرة بسيطة من نادي متواضع الإمكانيات في محاولة منه لإتاحة الفرصة لمن حرموا لسنوات من نعمة القراءة بسبب غياب دور المكتبات العامة في مقدشو. الشافعي محمد، مقدشو، الميادين. النشرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين. روحاني يؤدي اليمين الدستورية بحضور دولي واسع ويقول لا يمكن الوثوق بواشنطن وأن إيران سترد على أي نقض للاتفاق النووي. عشرات الشهداء في مزرعة جديدة للتحالف الأمريكي في الرقة. قصف مركز للجيش اللبناني على مواقع داعش في جرود رأس بعلبك. هذا الحشد تحت قيادة المرجعية، تحت قيادة الدولة للعراق. العبادي يرفض الدعوات لحل الحشد الشعبي ويؤكد مشاركته في معركة تحرير تل عفر الحدودية مع سوريا. تفاصيل مروعة تكشفها صحيفة الاندبندنت البريطانية عن أحداث العوامية شرق السعودية. الأمم المتحدة تعلن عودة بعثتها إلى العاصمة الليبية تدريجيا. مزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الانترنت الميادين.نت وباللغة الإسبانية espanol.الميادين.نت. إلى اللقاء.